لا تراجع حتى تحقيق مطالبهم، هكذا يؤكد الطلاب اليمنيين الدارسين في ماليزيا، والذين يواجهون مشاكل وصعوبات كثيرة بسبب توقف مستحقاتهم المالية. اعتصامات عدة نفذها الطلاب في ماليزيا للمطالبة بحقوقهم، آخرها اعتصام اليوم الذي طالب بإقالة الملحق المالي في السفارة اليمنية في ماليزيا، متهمينه بالفساد والتعامل اللامسؤول تجاه الطلاب حد قولهم. حضرنا اليوم هنا إلى قاعة الملحقية الثقافية اليمنية في كوالالمبور للمطالبة بإقالة المدعو مهدي صلاح لكونه طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، فما تلقيناه منهم سوء معاملة، وبالذات نحن الطالبات، وعدم الأخلاق في المخاطبة معنا. هذه الاعتصامات أثرت في مجملها على الحالة التعليمية للطلاب، خاصة أنها جاءت بعد مطالبات عدة بمعالجة مشاكلهم، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد. تتفاقم مشكلة الطلاب اليمنيين في ماليزيا من وقت إلى آخر مع ازدياد عدد الدارسين هناك، في ظل تجاهل من قبل المسؤولين عنهم في الملحقية ووزارتي التعليم العالي والمالية.